أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا إلى مسائية اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إصابة طفل باستهداف طائرة مسيرة تركية سيارة في ريف حلب شمال سوريا. ضربات جوية أمريكية تستهدف مواقع فصائل تابعة لإيران بسوريا، والمرصد السوري يتحدث عن 5 قتلى. مقتل وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية على لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قاعدة بتل أبيب تضم وزارة الدفاع. تكثيف العمليات العسكرية شمال قطاع غزة، ووزير الخارجية الأمريكي يقول حان الوقت لإنهاء الحرب. أهلا بكم. أصيب طفل جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي سيارة بريف حلب الشمالي. أفادت وكالة هاوارا السورية أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي استهدفت سيارة في قرية علاوشة التابعة لبلدة الأحداث في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة طفل كان بالقرب من مكان الاستهداف، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. ويأتي هذا العدوان بعد يوم من قصف الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له بالأسلحة الثقيلة محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي أيضا. اختطفت ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي مدنيا في مدينة عفرين المحتلة شمال غرب سوريا. وأفادت مصادر محلية من مدينة عفرين بأن ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي اختطفت مدنيا من منزله في حي الأشرفية واقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره. في سياق أقدم عنصر من الفصائل الإرهابية على بيع منزل تعود ملكيته لمدني مهجر قسرا من أهالي ريف عفرين بمبلغ مالي قدره 2200 دولار أمريكي. وتؤكد منظمات حقوقية وإنسانية أن الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية يواصلون جرائمهم وانتهاكاتهم في المناطق المحتلة دون رادع، في خرق لجميع القوانين الدولية والإنسانية. أعلنت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا بيلوفا أن بلادها تعمل على إعادة أطفال من عوائل داعش من مخيمات شمال وشرق سوريا. وقالت بيلوفا في تصريحات للصحفيين أن المفوضية تستعد خلال الأيام القادمة لإعادة مجموعة جديدة من أطفال داعش الروس المتواجدين في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا، مضيفة أن الأطفال سيخضعون لإعادة التأهيل الاجتماعي في موسكو. وبحسب مفوضية الطفل الروسية فأنه تمت حتى الآن إعادة 566 طفلا من عوائل تنظيم داعش المتواجدين بمخيمات شمال وشرق سوريا، وهي لا تركز على إعادة الأطفال فحسب بل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو دكتور وسام جواد رسول، كاتب ومحلل سياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور على شاشة اليوم. إذا روسيا بصدد إعادة أطفال من عوائل داعش من مخيمات شمال وشرق سوريا، بداية حضرتك كيف تقيم هذه الخطوة؟ كيف تراها؟ ومدى أهميتها أيضا في سبيل إفراغ هذه البؤرة من الإرهاب؟
نعم طبعا، مساء الخير. اولا قضيه ارجاع الاطفال اعتقد هي قضيه انسانيه اكثر ما هي يعني ذات طوابع سياسيه او غيرها. يعني هنالك ما جريت على احد، يعني اطفال هؤلاء الذين تورطوا بتنظيمات ارهابيه ماذا بهم مثلا هنا يسال. وعلى هذا الأساس من هذا المنطلق حاولت يعني بعض النسوة في روسيا بما فيهم طبعا بمن فيهم آنا كوزنيتسوفا وماريا بيلوفا، معروف عنهم هذا النشاط الاجتماعي في سبيل إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ضمن المجتمع الروسي. وأنتم تعلمون جيدا بأن هنالك عدد من الذين تورطوا في هذه التنظيمات الإرهابية ينتمون إلى جمهوريات ما زالت كانت في السابق من جمهورية الاتحاد السوفيتي وحاليا ضمن الفيدرالية الروسية. لذا روسيا تجد أن من ضمن مسؤوليتها أن تأخذ على عاتقها تحمل أعباء إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وبالتالي إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي يعانون من هنا في المخيمات وفي غير ذلك. هذا هو الهدف الأساسي من إعادة الأطفال إلى روسيا. أعتقد واضح يعني. نعم. صحيح. طيب ما هي الاعتبارات التي تأخذها روسيا بعين الحسبان عند إعادة مواطنين لها من هذه المخيمات؟ أقصد يعني هل هناك أسس معايير معينة تعتمد عليها المفوضية لإعادة الأطفال؟ ولماذا الأطفال فقط؟ لماذا الأطفال من دون أمهاتهم أيضا؟ سؤال ثاني. نعم بالتأكيد أكثر من يعاني هو المهم الأطفال. يعني إذا نظرنا في أي قضية تتعلق بالمعاناة البشرية والمعاناة الإنسانية في الحروب في الظروف الصعبة نجد أن الأطفال من يجب أن يؤخذ بهم أولا. فيما يتعلق بالاعتبارات طبعا وضحت قبل قليل بأن البعض مواطنين روس يعني لا يمكن الاستغناء عنهم عن مواطنيتهم لانه ابائهم قد انتموا الى التنظيمات الارهابيه. هنالك جنسيات روسيه يعني خاصه اولئك الذين ينتمون الى روسيا الفيدراليه يعني الشيشان التركمان وبعضهم وغيرهم من الجمهوريات الصغيره التي تعيش في القوقاز التي في وقتها على الاقل كانت هي تعاني الى ان صدر عفو داخلي يعني بمن فيه ذلك في الشيشان اعتقد صدر عفو عن اولئك. صحيح. على ان يتوبوا ويعربوا علنا عن ندمهم. طيب. في الانتماء الى انا ايضا قصدت دكتور انه هل هناك اسس معينه تعتمد عليها المفوضيه لانتقاء الاطفال يعني اعمار معينه ربما ام يتم الاخذ هكذا من دون اي اسس ربما فقط؟ لا الانتقاء بقدر ما اعتقد يعني حسب ما سمعت في وقتها من دكتور وسام وكانت من التي على الاقل عملنا على اخلاء مخيم الهول بما فيها طبعا لم يكن هناك انتقاء بقدر ما كان هنالك شموليه في حل هذه الازمه. يعني لا قضيه الاعمار ولا قضيه الانتماء الى والى لا كانت نظره عامه يجب ان تحل هذه الازمه. نعم. نقطة أخيرة أود أن أسمع رأيك فيها دكتور بخصوص الأطفال طبعا وخاصة ما فوق سن 14، لأننا نعلم هناك أحاديث كثيرة تدور وأحداث كثيرة. هل تسمعني دكتور؟ نعم أسمعك. هناك وقائع تحدث في مخيم الهول خاصة أقصد الأطفال ما فوق سن 14، لأن هناك نساء داعش يقمن باستغلال هؤلاء الأطفال ربما للتزاوج للإنجاب وحتى لارتكاب أعمال إرهابية داخل المخيم. كيف يتم النظر إلى هؤلاء الأطفال اليوم؟ أليس من واجب جميع الدول لنقل ليس فقط روسيا أنه استعادة هؤلاء الأطفال المعرضين لهذا الفكر الإرهابي من داخل التنظيم؟ نعم صحيح ما تفضلت به كلام دقيق وصحيح أنه على الدول ولهذا وجهت دعوة إلى الدول ولكن لم تتفاعل بعض الدول. لماذا برأيك؟ لماذا لا يوجد تفاعل مع مطالب الإدارة الذاتية هؤلاء الأطفال؟ للأسف الصوت يتقطع. روسيا أو حصة روسيا، روسيا أخذت على عاتقها تنفيذ ما عليها من واجبات. ألو؟ دكتور؟
دكتور هل تسمعوني؟ نعم نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر، للأسف الصوت كان يتقطع، جزيل الشكر لهذه المداخلة معنا وكل هذا التحليل من موسكو دكتور وسام جواد رسول، كاتب ومحلل سياسي. تمر الذكرى 64 لفاجعة حريق سينما عامود شمال شرق سوريا والتي راح ضحيتها قرابة 250 شخصا غالبيتهم من الأطفال، ولم تسفر تحقيقات الحكومة السورية آنذاك عن أي نتائج لتسجل القضية ضد مجهول، فيما لا تزال تفاصيل الحادثة شاخصة أمام سكان مدينة عامود. نحو 250 شخصا فقدوا حياتهم غالبيتهم أطفال والجاني مجهول. نعم نتحدث عن مجزرة حريق سينما عامودة التي وقعت في 13 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1960. تلك الفاجعة التي يستحيل أن تمحى ليس من ذاكرة أهلها وحسب، بل من ذاكرة أبناء شمال وشرق سوريا. 64 عاماً مرت على فاجعة هزت مدينة عامودة وكامل المنطقة، حيث تحولت سينما شهرزاد أو سينما عامودة إلى محرقة حولت أجساد الأطفال الغضة إلى رماد، وتحولت ابتسامات الأمهات إلى نحيب وصراخ شمل كل بيت، حيث من النادر أن تجد أسرة لم تفقد طفلاً أو طفلين أو أحد أقاربها. بدأت تفاصيل الفاجعة أو مجزرة السينما مع دعوة وجهها مدير ناحية مدينة عامودة آنذاك لحضور فيلم بعنوان شبح منتصف الليل، وهو فيلم غير مخصص للأطفال في ذلك العمر. وحضر آنذاك نحو 500 طفل داخل سينما لم تكن لتتسع لأكثر من 200 شخص. طبعا هالحدث كان مدبر ومدروس من قبل بعض السلطات الدولة السورية طبعا، وهدفهم الأساسي كانت مدينة عامودة، المدينة المشهورة بقوميتها ووطنيتها والأشخاص الموجودين المثقفين والأدبين وخاصة المرتبطين بكرديتهم. طبعا السينما كانت حادثة كتير بشعة لأكراد، خاصة تجمع أطفال 500 طفل تحت سقف لا يسع أكثر من 200 طفل. طبعا بغضب و أهالي لم يستطيع فعل شيئا لأن الدولة كانت مسيطرة. عقود مرت على الحادثة المؤسفة التي أودت بحياة أجيال من أبناء عامودة، وما يزال الجرح نازفا، وما زالت الجريمة مقيدة ضد مجهولين، في حين أن أحدا لم ينس فقيده. بالحقيقة هالذكرى يعني مثل فاجعة عم نعتبرها، ونحن ككومين فيلم روش أفا يعني ننتقد هذا الشيء، يعني هذا الحدث يعني شيء مو اخلاقي ضد الاطفال الاكراد بالذات، والكل بيعرف انه شو هدف من هيك شيء، يعني 250 طفل يعني احترقوا بالسينما، يعني عم يساوي مثل الحاله يعني هيك مثل انه السينما شيء مو كويس بالمجتمع، يعني عم يبعدوا الشعب او الجيل الصاعد عن السينما. بقى نحن ككومين فيلم روشافا عم نحارب هذا الشيء. وعلى الرغم من اختلاف الآراء والدلائل حول ما إذ كانت مأساة سينما عامودة مدبرة أو أن هناك جهات وأشخاصا تسببوا بها عن سوء إدارة وتدبير، فإنها تبقى مجزرة يجب فتح ملفاتها والتحقيق في تفاصيلها، ولو بعد مرور أكثر من 6 عقود على حدوثها. وتخليدا لذكرى ضحايا المجزرة، باشر اتحاد بلديات مقاطعة الجزيرة في إقليم شمال وشرق سوريا مؤخراً المرحلة الأولى من بناء أول دار سينما في مدينة عامودة، لما تحمله من أهمية في تسليط الضوء على قضايا المجتمع ونقل صوته بموضوعية أكبر. أصيب عدة مدنيين بجروح بينهم أطفال في هجوم نفذته مسيرات تابعة للحكومة السورية بريف حلب شمال غرب سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف قوات الحكومة السورية ب11 طائرة مسيرة سوقا ومناطق متفرقة في بلدة الأبزيمو بريف حلب الغربي، ما أسفر عن إصابة 10 مدنيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة، بالإضافة لأضرار مادية بممتلكات المدنيين.
كما وقصفت قوات الحكومة بالمدفعية الثقيلة محيط بلدات الزيارة والعنكاوي والمشيك والسرمانية بريف حماة الغربي، فيما رد عناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة سابقا بقصف طال محور المشاريع في منطقة سهل الغاب. تجمع العشرات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء جنوب سوريا في مظاهرة مركزية طالبت برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، منددين في الوقت نفسه بالانتهاكات التي ترتكب بحق ناشطي وناشطات الحراك السلمي في المحافظة. رغم التضييق السياسي والأمني الذي تفرضه الحكومة السورية وما رافق ذلك من جرائم اغتيال وتصفية بحق ناشطي الحراك السلمي في السويداء جنوبي البلاد، إلا أن ذلك لم يثبط من عزيمة المحتجين الذين يجتمعون في ساحة الكرامة وسط المدينة للمطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتطبيق القرار الدولي 2254. ومجددا تجمع العشرات في ساحة الكرامة مؤكدين أن محاولة اغتيال الشيخ سليمان عبد الباقي القيادي البارز في الحراك السلمي على أيدي مسلحين مجهولين تعتبر جريمة ممنهجة تقف خلفها أجهزة الأمن التابعة لاستخبارات الحكومة السورية بهدف دفع الحراك نحو الفوضى وإثارة القلاقل في المحافظة. نحن مستمرين رغم كل الضغوطات اللي بتصير من الدولة ومن النظام الفاسد، مستمرين رغم الاغتيالات، باقيين بالساحات، مستمرين بالساحة لآخر نفس. عاش السورية ويفقد بشار الأسد. التظاهرة شهدت مشاركة من أبناء محافظة درعا الذين عبروا عن تضامنهم مع الحراك السلمي في السويداء، مؤكدين على الاستمرار في التظاهر رغم كل التضييق والضغوطات على المناطق الجنوبية في سوريا. جايين من درعا لنشارك أهلنا وأخواننا بالسويداء بوقفة الكرامة، وتحية لأحرار السويداء وأهل درعا والسويداء واحد، السهل والجبل واحد، ما بفرقنا شيء بإذن الله. وتعرض قياديون وناشطون بالحراك السلمي في السويداء لعمليات اغتيال، لعل أبرزها قائد لواء الجبل مرهج الجرماني الذي اغتيل داخل منزله على أيدي مسلحين مجهولين في تموز يوليو الماضي، ورفضت الحكومة السورية حين التعليق على الأمر في الوقت الذي كانت أصابع الاتهام تشير إليها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم تنفيذ ضربات على مواقع لفصائل تابعة لإيران في سوريا، في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 عناصر من الفصائل التابعة لإيران بغارة أمريكية استهدفت أحد المواقع في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا. يتواصل التوتر بين الفصائل التابعة لإيران والقوات الأمريكية في شرق سوريا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، على خلفية الحرب في قطاع غزة ولبنان بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وحزب الله بحجة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أعلنت في بيان لها على منصة إكس تنفيذ ضربات استهدفت مخازن أسلحة ومقرا للإمدادات للفصائل التابعة لإيران في سوريا، مبينة أن تلك الضربات جاءت ردا على هجمات نفذتها الفصائل استهدفت قواتهم في قاعدة الشداد بريف الحسكة شمال شرق سوريا. سينتكوم أشارت في بيانها إلى أن الضربات التي نفذتها ضد مواقع الفصائل التابعة لإيران ستضعف قدرة تلك الفصائل فيما يتعلق بالتخطيط وتنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. في غضون ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 عناصر من الفصائل التابعة لإيران وإصابة آخرين جرى استهداف طائرة أمريكية مقرا عسكريا في منطقة الجمعيات في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا. وجاءت الغارة الأمريكية بعد هجومين على قاعدتي كونيكو والشدادي، حيث أسقطت المضادات الجوية للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي طائرتين مسيرتين أطلقتهما الفصائل التابعة لإيران.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء تنفيذ ضربات استهدفت 9 أهداف في موقعين للفصائل التابعة لإيران، رداً على عدة هجمات طالت القوات الأمريكية خلال الأيام الماضية، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات أسفرت عن مقتل 4 عناصر في الفصائل التابعة لإيران. أعلن حزب الله اللبناني الأربعاء أنه هاجم قاعدة الكرياه العسكرية في تل أبيب وسط إسرائيل بسرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية، وقال أن الضربة أصابت أهدافها. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق رصد هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى داخل إسرائيل، مشيرا أن سلاح الجو كان يقوم بمراقبة الهدف، فيما طلب الاستمرار في اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية. هذا وتضم قاعدة الكرياه مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو في مدينة تل أبيب. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد مع تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك في وقت قال فيه حزب الله أنه قصف مناطق وتجمعات للقوات الإسرائيلية شمال إسرائيل. رغم الحديث عن اقتراب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، إلا أن الجيش الإسرائيلي يبدو ماضياً باتجاه التصعيد الميداني من خلال شن غاراته الجوية على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق في جنوب لبنان. وفي أحدث تصعيد ميداني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصاً وإصابة 12 آخرين بينهم نساء وأطفال بغارات إسرائيلية استهدفت بلدة جون بجبل لبنان، فيما طالت غارات أخرى مدينة صور وقضاءها ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات بجروح. قصف تزامن مع شن الطيران الإسرائيلي 8 غارات جوية استهدفت حارة تحريك وبئر العبد والليلكي والغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر عن دمار كبير في المباني السكنية. حزب الله أعلن بدوره أنه شن هجوما بسرب من المسيرات للمرة الأولى على مصنع كنعام عيليت جنوب شرق حيفا إلى جانب استهدافه مناطق شمالية إسرائيل، مشيرا إلى أنه حقق إصابات مباشرة. ومساء الثلاثاء قال الحزب إنه أوقع أكثر من 100 قتيل بالإضافة إلى 1000 جريح بصفوف الجنود الإسرائيليين منذ بداية المناورة البرية جنوبي لبنان. وعلى الجانب المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة عبرت من لبنان إلى منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مناطق الشمال للاشتباه بتسلل مسيرات. ولمزيد من المعلومات تنضم إلينا من بيروت ليال خروبي مراسلة اليوم. أهلا ومرحبا بك ليال. إلى المسائية، إذا تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وأيضا حزب الله أعلن استهداف قاعدة بتل أبيب تضم وزارة الدفاع، المعلومات لديك ليال؟ نعم، لليوم الثاني على التوالي تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية خلال ساعات النهار بعكس ما كان الجيش الإسرائيلي يقوم به خلال الأسابيع الماضية عندما كان يقصف الضاحية بعد منتصف الليل. خلال اليومين المنصرمين كانت الضاحية تتعرض لغارات عنيفة جدا خلال ساعات النهار، ومعروف أنه عندما يريد أحد من المواطنين الذهاب لتفقد منزله أو الدخول إلى هذه المنطقة كانوا يتقصدون أن يذهبوا في ساعات النهار أو ساعات الصباح الأولى، ولكن طوال هذين اليومين هناك قصف عنيف شهدته هذه المناطق. اليوم مناطق الشياح، الغبيري، المشرفية، والليلكي والحدث تعرضت لسلسلة غارات
تسببت بسقوط عشرات المباني وتدمير أحياء بأكملها. أيضا في جنوب لبنان في قرى قضاء صور تعرض عدد من البلدات لغارات إسرائيلية، أيضا في النبطية وقرى قضاء النبطية وأيضا في البقاع. ولكن التطور الأخطر هو الاستهداف الذي حصل فجرا في عرمون في جبل لبنان، وهي منطقة تستهدف للمرة الأولى منذ بداية هذه الحرب. هي تعد من المناطق الآمنة وليست لم تكن من المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بالاستهداف الدولي لها، يعني ليست المناطق الجغرافية التي تحسب على حزب الله وعلى خزانه الشعبي، ولكن الاستهدافات اليوم باتت تتركز في هذه المناطق الآمنة على النازحين تحديدا. يعني باتت تجمعات النازحين والأبنية التي يقطنونها النازحين والنازحون باتت هي هدف للجيش الإسرائيلي، هدف لم يعد هناك بالنسبة لهؤلاء الناس أماكن آمنة بالمطلق، خاصة عندما يقول الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف أشخاص بعينهم، اغتيالات محددة أو أشخاص معينين يكونون يقيمون في هذه الأبنية التي تؤوي نازحين. وبالتالي اليوم نتحدث يوميا عن استهدافات موسعة، عن مناطق تدخل في نطاق الاستهداف الإسرائيلي لم تكن سابقا ولا حتى في تاريخ هذا الصراع لم تكن تستهدف من الجيش الإسرائيلي. على مقلب حزب الله، قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان إلى شمال تل أبيب وإلى وسط إسرائيل. أيضا منذ ساعات الصباح يصدر حزب الله بيانات يتحدث فيها عن استهدافات لمستوطنات في الجليل الأعلى والجليل الغربي وأيضا في المناطق المحادية للحدود مع لبنان. وبالفعل هو أصدر بيانا خلال ساعات النهار تحدث فيه عن استهداف مجمع عسكري للجيش الإسرائيلي، ولكن بطبيعة الحال اليوم معروف أن الإعلام الإسرائيلي منذ بدء هذه الحرب وهو لا يصدر أو لا يؤكد ما يعلنه حزب الله من استهدافات إلا بما تسبح به الرقابة العسكرية الإسرائيلية. على المستوى الميداني في العملية البرية يوم أمس تحدثت الصحافة الإسرائيلية عن البدء بالجولة الثانية أو المرحلة الثانية من الغزو البري، أي توسيع الدخول الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية إلى بلدات بنطاق 7 كيلومتر بعدما كانت يقتصر الدخول على بلدات ضمن نطاق 3 و5 كيلومترات. ويأتي هذا الكلام بعد مصادقة رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتزي ليفي على توسيع هذه العملية. وبالتالي اليوم نتحدث عن تصعيد إسرائيلي إن كان على مستوى الاستهدافات العنيفة للضاحية الجنوبية خلال ساعات النهار، أيضا توسيع النطاق الجغرافي، وأيضا ما بدأ يحكى عن توسيع العملية البرية. وبالتالي هنا في لبنان تطرح أسئلة إن كانت هذه الخطوات التصعيدية هي بسياق الضغط من أجل إتمام تسوية سياسية والضغط على حزب الله بالقبول بالشروط الإسرائيلية والأمريكية، أم أنها بالفعل هي مرحلة جديدة من الحرب قررتها وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة إسرائيل كاتس الذي تسلم هذه الحقيبة قبل أيام خلفا ليوآف جالانت. نعم، جزيل الشكر لكل هذه المعلومات من بيروت. ليال خروبي مراسلة اليوم. أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته العسكرية في شمال قطاع غزة وخاصة في بيت حانون لإجبار معظم المتبقين من السكان على المغادرة، وذلك وسط أوامر لهم بالتوجه نحو الجنوب في محاولة لإخلاء المنطقة بشكل تام. مخاوف الفلسطينيين من تحويل شمال قطاع غزة لمنطقة عازلة وإعادة المستوطنين الإسرائيليين إليها باتت مقلقة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في المنطقة، حيث أوضحت مصادر ميدانية أنها تركزت في بيت حانون لإجبار معظم المتبقين من السكان على المغادرة. سكان قالوا إن القوات الإسرائيلية حاصرت الأماكن التي تؤوي الأسر النازحة والسكان المتبقين
الذين قدر البعض عددهم ببضعة آلاف وأمرتهم بالتوجه جنوباً عبر نقطة تفتيش تفصل بلدتين ومخيم للاجئين في الشمال عن مدينة غزة. وبحسب مسعفين فلسطينيين وسكان في المنطقة فإن القوات الإسرائيلية احتجزت الرجال لاستجوابهم في حين سمحت للنساء والأطفال بالمغادرة نحو مدينة غزة. وفي ضربة إسرائيلية أصابت مجموعة من الأشخاص خارج مستشفى كمال عدوان قرب بيت لاهيا أكد مسعفون مقتل 5 أشخاص إضافة إلى مقتل 5 آخرين في غارتين منفصلتين في النصيرات وسط قطاع غزة حيث بدأ الجيش غارة محدودة قبل يومين. مصادر طبية قالت إن شخصاً قتل وأصيب آخرون في ضربة جوية إسرائيلية في رفح قرب الحدود مع مصر، كما قتل 3 فلسطينيين في غارتين جويتين إسرائيليتين منفصلتين في الشجاعية بمدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الضحايا وصول 47 قتيلاً و 182 مصاباً إلى المستشفيات، وذلك خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. الوزارة أضافت في تقريرها الأربعاء بأن ما لا يقل عن 43,712 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 100,003,258 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل قد حققت وفق معاييرها الأهداف التي وضعتها لنفسها في حربها على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب. وأضاف بلينكين للصحفيين خلال زيارة إلى بروكسل الأربعاء أن الولايات المتحدة تريد هدنا، وصفها بالحقيقة الحقيقية والممتدة في قطاع غزة حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى المحتاجين إليها، لكنه ذكر أن أفضل سبيل لمساعدة الناس هو إنهاء الحرب. وقالت واشنطن الثلاثاء أن إسرائيل لا تمنع المساعدات عن غزة، وبالتالي لم تنتهك القانون الأمريكي، وذلك بعد انتهاء مهلة مدتها 30 يوما منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل لمعالجة الوضع الإنساني في غزة. وأفادت 8 منظمات إغاثة دولية بأن إسرائيل لم تلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بتحسين وصول المساعدات، فيما قال خبراء في مجال الأمن الغذائي أن المجاعة باتت وشيكة في أجزاء من غزة. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس أقليم كردستان نيتشرفان بارزاني على ضرورة تجنيب العراق الصراع الإقليمي القائم في المنطقة. وبحث السوداني مع بارزاني في مدينة أربيل نتائج الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، كما شدد الطرفان على أهمية التنسيق وحل القضايا الخلافية عبر الحوار والدستور، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم. من جهته قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن اللقاء بحث مجمل القضايا على المستوى الوطني ومنها الملفات المشتركة وحلها وفقا للدستور، بالإضافة للتأكيد على تنسيق الجهود والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات التنموية. وفي وقت لاحق وصل رئيس الوزراء العراقي إلى محافظة السليمانية، حيث كان في استقباله نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني. أفادت مصادر محلية بأن النظام التركي بدأ العمل على إنشاء طريق جديد في شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان. وبحسب وكالة روج نيوز فإن النظام التركي يقوم بإنشاء طريق جديد في قرية جوهرزي التابعة لقضاء العمادية، وذلك في نية تركية لاحتلال واقتطاع مزيد من المناطق شمال محافظة دهوك. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كردستان دون أن يتطرق خلالها للانتهاكات وعمليات القصف التي ينفذها النظام التركي في الإقليم.
ما يفسر استمرار الصمت الحكومي حيال تجاوزات أنقرة المتواصلة على سيادة البلاد. أكد رئيس التونسي قيس سعيد على أهمية مواصلة الحرب ضد الفساد، الذي يقول مراقبون أنه بات مستشريا في الدولة ويلقي بظلال سوداء على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إناس فرادي ومعها التفاصيل. في آخر اجتماع له مع رئيس الحكومة كمال المدوري، أزدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة العام والخاص، وتحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره أو تورطه في الفساد وفي التفريط في أملاك الشعب التونسي، رجة سببتها حملة ضد الفساد والمفسدين، خاصة وأن الفساد تحول إلى شبه ثقافة في تونس في جل المجالات والقطاعات وفق تقدير مراقبين. أعتقد أن هذه الحملة، ورغم زيادة وأن الفساد تحول إلى شبه ثقافة في تونس في عديد المؤسسات وفي عديد القطاع، لكن هنالك بعض الخوف وهنالك رجة أحدثها قيس سعيد بحملته وبحربه على الفساد، مما جعله يتقلص خلال الفترة الماضية، وقد تتواصل هذه الحرب خلال الفترة القادمة وفق ما يعلنه الرئيس قيس سعيد في خطابته الأخيرة، والتي قال في أحدها أن الفساد انتشر وحتى أن الأرض كأن رائحتها تهب منها الفساد. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية ضرورة معاضدة كل جهود أعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات في مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار من قبل المهربين، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على ضرب منابع هذه العصابات ومحاسبة المحتكرين. أعتقد أن المسألة لم يتدخل فيها رئيس الجمهورية بكل هذا الثقل وهذه المواظبة وهذا الحرص إلا بعد أن استفحلت وأصبحت أزمة وطنية تهدد مستقبل المواطن أو المستهلك، وبالتالي كان لابد من حملة على كل أوكار المضاربة أوكار الاحتكار الذين يخزنون المواد إلى غاية أن تفسد أو أن يتصرفوا فيها بضعف أو بأضعاف أسعارها، على مسالك التوزيع غير القانونية، على مسالك التهريب الحدودية سواء من الأقطار المجاورة أو عبر البحر والجو، على الكارتيلات أو اللوبيات التي أصبحت تتحكم في كل مفاصل الاقتصاد الوطني. هذا وشدد قيس سعيد على أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة، ولا بد من العمل بسرعة قصوى من أجل تحقيقها وتجسيدها بفكر جديد وبمفاهيم جديدة تقطع نهائيا مع الماضي. دعوة إلى الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار والقضاء على المحتكرين وتفكيك الشبكات الإجرامية ومحاسبة الفاسدين، هي دعوات حريصة من رئيس قيس سعيد تقتضي معاضدة مجهودات الدولة من أجل بناء تاريخ جديد للبلاد، طريق يسميه الإصلاح والبناء والتشييد. إينس فرادي، اليوم، تونس. دوت انفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف صباح الأربعاء، بعدما قال مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت أول هجوم صاروخي لها على كييف منذ آب أغسطس الماضي. وقالت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها اعترضت صاروخي كروز وصاروخين باليستيين و37 طائرة مسيرة، وأسفر الهجوم عن إصابة شخص بجروح جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في ضاحية بروفاري شرقي كييف. وفي السياق، أعلن رئيس إقليم البحر الأسود أن هجوما منفصلا بطائرات مسيرة روسية في منطقة خيرسون الجنوبية أسفر عن مقتل امرأة. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة ريفينوبيل في منطقة دونياتسك شرقي أوكرانيا، وتقول روسيا أنها تواصل تقدمها الميداني هناك بوتيرة متسارعة. وفي ختام النشرة إليكم تذكير بأهم العناوين.
إصابة طفل باستهداف طائرة مسيرة تركية سيارة في ريف حلب شمال سوريا. ضربات جوية أمريكية تستهدف مواقع فصائل تابعة لإيران بسوريا، والمرصد السوري يتحدث عن 5 قتلى. مقتل وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية على لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قاعدة بتل أبيب تضم وزارة الدفاع. تكثيف العمليات العسكرية شمال قطاع غزة، ووزير الخارجية الأمريكي يقول حان الوقت لإنهاء الحرب. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.